أمبر سميث في موقع تاون هول. لماذا كان الانسحاب من أفغانستان أكبر دليل على انعدام كفاءة البيروقراطية الأمريكية؟ تعتبر الكاتبة أن إدارة بايدن ترفض تحمل مسؤولية أخطائها في أفغانستان، وتضيف أن البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية ومؤسسات الاستخبارات فشلت جميعها في التخطيط للانسحاب ونقل الأشخاص المعنيين خارج أفغانستان، وأساءت تقدير قوة طالبان وقدرة الحكومة والقوات الأفغانية على الصمود. وتضيف أن تخلي البنتاغون عن قاعدة باغرام كان خطأ فادحا عقد مهمة نقل الأشخاص إلى خارج أفغانستان، وكأنه لم يخطر في بال مسؤولي الإدارة أن طالبان ستسيطر على محيط المطار، ما تسبب في مشاهد الفوضى والوفيات في مطار كابول، مشاهد تقول الكاتبة إنها ذكرتنا بسقوط سايغون وبأن التاريخ يعيد نفسه. سعد محسني في فورين أفيرز، هل يمكن احتواء طالبان؟ يعتبر الكاتب أن طالبان فوتت عدة فرص للتخلي عن سياساتها السابقة والحصول على دعم دولي، وذلك عبر تشددها في مسألة تعليم البنات أو رفضها الحكم بطريقة تشاركية مع الآخرين أو التعاطي مع تواجد تنظيم القاعدة في أفغانستان. ويدعو الكاتب إلى منع انهيار أفغانستان، ويطالب واشنطن وشركائها بوضع خارطة طريق للتطبيع مع طالبان، ويقترح الاعتراف بشكل محدود بحكم الحركة مقابل تحسين ملفات كحقوق النساء والأقليات. سوزانا جورج وباميلا كونستيبل في واشنطن بوست. بعد عام على سيطرة طالبان، الاحتفال والغموض والخوف يخيم على كابول. تنقل الكاتبتان أجواء احتفال طالبان بالذكرى الأولى لسيطرتها على كابول، والتي أشارت إلى نهاية عقدين من الحرب، لكنها في المقابل أزمت الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد وقضت على حقوق المرأة. ويكشف المقال أن طالبان كثفت نقاط التفتيش لمنع أي مظاهرات بعد أيام من قمع عنيف لاحتجاج ناشطات تدافعن عن حقوق النساء. ويعرض المقال لحالة من اليأس في صفوف عدد من الأفغان بسبب تردي الوضع الاقتصادي والخوف من مستقبل مجهول لأبنائهم، خاصة الفتيات المحرومات من التعليم. هارون زيلن في موقع معهد واشنطن، البحث عن الشرعية، دبلوماسية طالبان منذ سقوط كابول. يلاحظ الكاتب أن أهم الدول التي تتعاون مع طالبان هي الصين، التي أدخلت أفغانستان في مبادرة الحزام والطريق، وبات بعض مسؤولي طالبان يرددون ما تقوله الصين عن أمريكا. وينصح الكاتب واشنطن بإعادة التفكير في مقاربتها لكل من عمليتي محاربة تنظيم القاعدة والانخراط مع حركة طالبان، ودعا المسؤولين الأمريكيين أيضاً إلى دفع الدول الأخرى إلى التريث في انخراطها مع طالبان من أجل تقويض بعض الشرعية التي اكتسبتها.